اهلا وسهلا، اهلا يا نهله، اهلا يا شهله، اهلا بالنحله. اشني يحكي لكم؟ شنو اموركم؟ شنو اخباركم؟ صارت بدي كلكم لاباس مين انتم قاعدين تتفرجوا فيا، ومرحبا بكم في اول حلقه من حلقات حكايه بنات Girls Talk. الكونسيبت اوف ذس اوف ذس نيو روبريك ولا بريك عشانية بالعرب بالإنجليش ماهوش حاجة إنوفانت، ماهوش حاجة جديدة. I didn't bring the seed from his ears، با دو تو، vraiment حاجة عادية، حاجة موجودة. أما الحاجة الجديدة اللي بتكون فيها بتكون على ريري، على ريحانات، اللي هي it's gonna be my own touch فيها. في الحلقة الأولانية باش نعرف بروحي باش نعرف بالروبريك هذه شنو هي باش تكون. برشا عبيد يعرفوني وبرشا عبيد ما يعرفونيش، و I'm gonna get into a little bit of details. بكل صراحه شفتوا كيفاش هبطت؟ بكل صراحه وبكل تلقائيه وشفافيه، انا على اليوتيوب نحس روحي عندي اكثر حريه من الانستغرام. الانستغرام نحبه برشا 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 برشا، وعندي كوميونيتي فيه تعمل 63 كيف، اما نحسش روحي حره كيما اليوتيوب. اليوتيوب نجم نحكي فيه اللي نحب ونقول فيه اللي نحب، ونحسو اتس جادجمنت فري زون. اي نو ذير از هيت كومنتس، نعرف هذه حاجه مما معني ما دمني نحكي ما دمش تجيني هيت كومنتس عادي على الاخر. اما اي وونت يو تو نو ذس از ماي بيرسبشن، ذس از ماي بوينت اوف فيو، اي ويل اكسبت يورز، اي ويل ريسبكت يورز، اما دو نوت ديسريسبكت مي. If you're gonna come for me, you're gonna find me. Si on me cherche, on me trouve. Voilà. Aya sidi, نبداو بالاول البارتي الاولى نتاع ال نتاع ال نتاع الفيديو باش تكون انا نعرف فيه بروحي. I'm gonna go from the most basic things to I'm gonna get into a little bit of personal details. So, انا ريحان دهوادي، عمري 28 سنة، أصيلة مدينة مطر اللي هي في ولاية بنزرت، أصلي تونسية معناها جنسيتي تونسية، مقيمة حاليا بكندا. قريت في أمريكا، قريت 4 سنوات غادي في أمريكا. تخرجت من جامعة سفك يونيفرسيتي ببزنس أدمينستريشن ديجري BSBA، واللي هي فيها سبيشاليتي نتاعي اللي هي الماركتينغ، وذ ميجر ان براند ماركتينغ، ا ماينر ان سوشيال ميديا. هذيك بالنسبه للباشلر نتاعي. ومن بعد من امريكا جيت لكندا، قريت عامين، عملت ماسترز ان كوميونيكيشن. انفورشنتلي كملت الكلاسز نتاعي، اي وزنت ايبل باش نكمل thesis نتاعي. I had to choose between work and school. I chose work خاطر كنت مش كنت مزلت نحب برشا خدمتي نحن فيها توا. I'm a marketing and communication manager. I currently work in a fintech which has been acquired recently. So there's a lot of going on in my career life. I'm also present on social media. I am a blogger خاطر عندي ان بلوغ، عندي بلوغ نكتب فيه احاسيسي ومشاعري، عندي الويب سايت اللي زيد نشارك فيه الكوميونيتي نتاعي حوايجي واللينكس باش يمشيو يشوفوا الاوتبوت نتاعي. و ام اولسو ا ديجيتال كونسلتنت، نعاون بزنسز تو ديفلوب ذير ديجيتال بريزنس وماركتينج ستراتيجي. وزيد I do collaborations on Instagram. عملت واحدة بركة لحد الآن، واحدة بركة. I'm so proud of it. I'm really really proud of it. اللي هي متاع لنا. I do not do a lot of collaborations. الحق عربي. ما نعملش برشا دي كولابوراسيون. وأنا ما نحبش نكون influencer قد ما نحب نكون a content creator. إن شاء الله في حلقة من حلقات نحكي the difference between an influencer and a content creator. I can proudly say that I am a content creator, but I cannot say I'm an influencer. خاطر نحس إذا كيف رأيي الشخصي، رأيي الشخصي إني باش تقول I'm an influencer. It's not up to me، مش أنا اللي يقول I'm an influencer. أنت المتفرج تقول she is an influencer whether positive or negative. هذيك حاجة ترجع لك أنت إنك تعطيني تترى ذي. أبخي كما قلت لكم it's my own and my own point of view، هذه beliefs نتاعي انا. par contre انا نقول yes I am a content creator. I create content whether it's for me, it's for brands. I advise brands on how to create content for their own business. معناها انا ننصح
لي زونتربريز ننصح الشركات ولا الماركت الماركت كيفاش دي كرييت ذا كونتنت كيفاش يصنعوا المحتوى. دونك اللي حبيت نقوله انا ما نجمش نقول لروحي انا مؤثره انفلونسر معناها مؤثره, اما نجم نقول انا صانعه محتوى نصنع في المحتوى قاعده نصنع في المحتوى نشوف في روحي نتعب والمنتج سواء على اليوتيوب سواء على الانستغرام سواء على البلوج نتاعي ولا سواء على لينكدين كيف كيف نعمل اي فيري بروفيشنال كونتنت. سو ذاتس مي فروم ا بروفيشنال بوينت اوف فيو. حكيت لكم شويه على قرايتي شنو هي نخدم. دونك راني يس اي ام كونتنت كرييتور اي دو كولابوريشن اي دو نوت دو ا لوت اوف كولابوريشن. باغ كونط نحب نمشي ديما نعمل كولابوراسيون على كي نخدم مع ماركه تكون تشبه لي نكون دون ان طون ريال في وقت عادي اني نشري. انا كي تجيني اون مارك تقول لي نعمل بعضنا كولابوراسيون كولابوراسيون كي نقول كولابوراسيون سي كولابوراسيون بيونت معناها تدفع لك فلوس خاطر مش نحكي على شاوت اوت على انستغرام ولا ام اف ام ريسيفين ا جيفت خاطر كي وقت يو ار ريسيفين ا جيفت وقت يعطيوك هديه ماك يو ار نوت اوبليج ماكش ما يلزمكش تعمل ستوري ولا تتصور بها هذيك انت ك يو ريسيف ذا جيفت ذاتس ات معناها تنجم تكون فهمتو. قلت لكم كي نختار مع شكون باش نعمل معني ما نكتبش عليكم برشا جوني حوايج مع دي كولابوراسيون ما احليهم واللي تحبوا نتوما الكل. sometimes I say no I always almost always say no خاطر انا نحس اللي ما نشبوش لبعضنا انا والمارك هيك فهمتوا كيما ما ماركات اخرين ان شاء الله جايين بروجينمون. قلت له ايه على خاطر نحسهم يشبهولي و it's a pride to work with them فهمتوا. فوالا سيجي كلو على الحكايه تاع بلوما خاطر بديت ندخل في لي ديتاي. سينو هذاك بروفيشنالي تو توكينغ بيرسون نحكيو على بيرسون اللي نعرفكم تحبوا اسمه اي نو دونك ديما يسالوني اسكو معرسه اسكو مطلقه اسكو ار يو سينجل ار يو تيكن ار يو ان ريليشن شيب ار يو انجيجد. سو ذا كويستشن از اي ام ديفورسد انا مطلقه عرست وطلقت عرست وطلقت ما تفهمتش انا وطريقي ما ثنيتنا ما مش متبعين بعض ما كل واحد مشى للثنيه هو ربي وجهه خير وانا ربي وجهني خير. باغ كونطخ في الحكايه هذه بديت في السوشيال ستارس نتاعي ما نعرفش واش نجاوب كي تقول لي انت اسكو توي اون كوبل اسكو انت في علاقه ولا انت مخطوبه ولا انت معرسه ولا انت مطلقه فما 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 كاز من الاخر بالكل تقول اي دو نوت وانت تو سي لي اريد القول موجوده حتى في الليجل فورمز معناها فهمتوا انا مجموعه اللي لا تريد القول بيه نحبكم تتبعوني ما تبعوش على خاطرني معرسه على خاطرني مطلقه على خاطرني عندي شكون على خاطرني سليباتير لا نحبكم تتبعوني على ريحان خاطر ريحان تعلمت برشا حاجات ساخت وريحان مطلقه معرسه معلقه مفلقه اللي تحبوا انتم الكل هي بيتها مش باش تبدل توا نضمن لكم اللي ان شاء الله في القريب في المستقبل راني انا مانيش ناويه نتبدل خليني نجرب نرجع شعري هكا نشوف مانيش ناويه نتبدل باش نقعد ديما لا ميم بيرسون اللي تحبوهم انتم الكل. اما اذا كان عرست ولا اذا كان تخطبت ولا اذا كان كنت في علاقه سختو تخطبت ولا عرست راكم باش تعرفوا راكم باش تشوفوا معناها فهمتوا تبارك الله عليكم معناها سناجر صاحبتي سناجر وتشوفوا كل شيء فهمتوا. دونك ولا حكينا في الموضوع عندي عائلتي عندي امي بابا ربي يفضلهم يطول في عمرهم عندي اختي اسمها جفرة اصغر مني بعام ونص وعندي اخويا اسمه ريان اصغر مني بستة شهور بتسعة سنين بستة سنين انا ستة شهور اصغر مني بستة سنين ما مرتاحتش اصغر مني بستة سنين واللي هو موجود معايا في كندا لهنا موجود معايا ما نسكوش مع بعضنا كل واحد يسكن وحده اما معني موجود في كندا هوني واختي صيدلانية سين فارماسي فوالا عائلتي كلها موجودين في تونس امي بابا واختي هما اغلى ما عندي فما زاد زيزو ايش زيزو ايش انوريكم زيزو فما زاد يا خويا زيزو سو بيتي بو دامون يا سيتي زيزو عمره 8 سنين معايا من عام 2013 الحاجه الوحيده اللي ما تبدلتش دايا اي نحبوا بعضنا برشا برشا وربي يخليه ليا. فوالا هذه عباره على لمحه صغيره في حياتي حبيتكم تتعرفوا عليا تسمعوا برشا حاجات مني انا وبالفيديو هذايا ندخلوا للحلقات الجديده بتاعنا اللي هما اسمهم
حكايات بنات والا Gils Talk. كما قلت لكم ما جبتش سيد من وضنه، ما جبتش حاجه جديده، اما حبيت نعمل اسباس في نعمل مساحه في في القناه نتاعي اللي نحكيو فيها على كل ما يهم البنات. مش معناها ام بين سكسست والا ام لا لا، انا نحب الفوكس نتاعي يكون للبنات وثرو حكايات البنات. فما رجال ذي يعملوا فوكس ويقولوا هيا نشوفوا الحكايه ديكا من منظور نساء، خاطر بيان سور مش الرجال الكل لوجو ديما على الرجال الامباثيك، معناها الرجال اللي كيسون امباثيك، اللي الرجال الحنون اللي يحط روحه في بلاصه المراه باش يحاول يفهمها، مش يسمعها باش يجاوبها، اللي يسمعها باش يفهمها. اما mainly I'm gonna be honest it's gonna the content it's really towards women، معناها really towards girls صغار وكبار من اي عمر في اي عمر بامبورت شنو، فهمتوا؟ الحاجه الوحيده اللي ننصحكم بها ديما تجيبوا قهوتكم، في يدي قلت لكم في نص الفيديو للاسف، اما ديما تجيبوا قهوتكم معاكم كي تبداو باش تجيو تتفرجوا في حكايه البنات، قهوتكم تيكم شربكم اللي تحبوا عليه باش نقعدوا نحكي. باش نحكي لكم شويه على different kind of subjects اللي نجموا نتطرقوا لهم في حكايه البنات، وفما برشا subjects هذا كيف انتم تقرروه ان نحكي. اما مثلا الكليشي اللي صار موجود توا strong independent woman، شو معناها strong independent woman؟ واحد كيما نجموا نحكيوا على الرجال مثلا، علاش اللي من strong independent woman نمشيو نحكيوا شو معناها، علاش ديما علاش ديما يمشي في بالنا كي انت تبدا strong ما تنجمش تكون strong وانت ما تنجمش تكون في علاقه حاجه غلطه على الاخر. نجموا نحكيوا على كيفاش المراه تنجم تتقوي شخصيتها في روحها، على كيفاش على برشا كيفاشات، فهمتوا؟ برشا برشا كيفافات، برشا برشا برشا، على خاطر ال subjects are endless. نحكيوا على اصحاب في حكايه بنات، خاطر من توا فهمتوا كلي نحسوا نتاع فيديو سيت داون، فهمتوا؟ باش نحكيوا فيه على نحكيوا على اصحاب، نحكيوا على الحب، نحكيوا على العائله، نحكيوا على حب الذات، نحكيوا على برشا حكايات ان احنا نحسوهم سي دي سوجي ديجا تحكيوا فيهم، اما ما خلتنيش فيهم الحل. مش هذا معناها انت بتخلط الحل معايا بجوتو، اما اوموا على الاقل ان نتطرق للحكايه بوجه تشوف وجهه النظر بتاعي انا في الحكايه هذوما، ومن بعد ان ذا كونفرسيشن وود ستارت فروم هير. هذيك مينلي مينلي كيفاش باش نبداو نحكيو، معناها نجمو كيما نجمو نحكيو على العلاقه بين اللحمه والكنه، كيما نجمو نحكيو على العلاقه بين علاش اتس جود تو هاف بيتس ات هوم مثلا، فهمتوا؟ فريمون كيما حاجه نجمو يكونوا فيري فيري ديب، كيما حاجه نكونوا تافهين، ونحس ان المواضيع التافهه نوعا ما هما المواضيع اللي تقوينا، ومواضيع الحاجات لازمنا نبداو بالحاجات التافهه باش تمس الحاجات القويه. احنا في بالنا حلت كتاب مع سبا مغادي بتتبدل من روحها، هي اخكلي تتبدل من روحك من قومينك الصباح، انت روحك بتبدل فيها من نوعيه الميك اللي تاكلها، فهمتوا شنو هي فريمون حاجات هكيك نحب نتطرق لهم ونحب نحكي فيهم ونحب نفرغ فيهم قلبي. كان عندكم مواضيع، كان عندكم حاجات معينه تحبوا نحكيوا فيهم وتحبوا نتطرقوا لهم، داون بلو حطوا لي الكومنتس وانا رقبتي سديده. ديسكليمر اخر، مش خاطر باش نبدا في الكونتنت هذه معناها باش نحي ما عادش نعمل لي زامبوكسينغ وما عادش نقلل، باش معناها باش نحاول يكون فما اكثر من فيديو في الجمعه، باهي هذايا يهبط مثلا هذا يهبط نهار الاحد ولا نهار الجمعه، الفيديو يخلي يهبط الجمعه ولا الاحد. دونك مش باش يتبدل، باش نقعدوا نحكيوا على الفاشن، باش نقعدوا نحكي نعملوا لي زانبوكسينغ، نوريكم السكين كير هير كير روتين نتاعي، نوريكم برشا حاجات معناها. و الكونتنت هذا المور سيت داون وتولك وتشات يصير في فيديوهات اخرى، انا تكونوا فهمتوا الكونسيبت نتاع الكونسيبت الجديد. وكما قلت لكم اذا كان عندكم اي اسئله اي سجستشنز بليز فيل فري تو دروب ات داون بيلو، وكيف قلت رقبتي سديده. الفيديو هذا كان عباره على introduction to myself، معناها حطيتكم دون لو بان كيما نقولوا بالفرنسي، حطيتكم في الحوض نتاع الحكايه، عرفتكم على روحي للعباد اللي ما تعرفنيش، اللي ما تسالوش شكون ريحان، شكون ريحان، فاش تعمل ريحان، فاش تقرا ريحان، فاش كذا فاش كذا فاش كذا. حاسين هاني قلت لكم، هاني حكيت لكم شكون ريحان on professional level on a personal level plus or more personal level on a more on a love level، معناها هذاك اللي تحبوا تعرفوه اللي هو حاجه عاديه على الاخر، و I accepted it الحق
انا اكسبتيتها وهاني قلتكم انا ما عرفتش نجاوب عليها و فوالا وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم الكونتنت الجديد وهذا كما قلتكم يعني عاش الفلوجز وكل شيء it's gonna be going like always و هذيك هو يا جماعة نتقابل جاي في الفيديو الجاية و إذا كان you're not subscribed to the channel subscribe إذا كان ماكش مشتعلة في القناة اشترك وفعل الجرس باش كل ما نهبط فيديو جديد تكون من الأول العباد اللي نجموا يشوفوا ويستمتعوا به إن شاء الله. إن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاية. نبوسكم برشا برشا برشا. أتري بيانتو.